السلام عليكم، معاكم عبد الله الشلبي من ومضة تي في. الحين احنا في جلوبال انتربرينورشيب سمت، ويانا الاخت امل من عمان. تعرفينا عن نفسك وعن الشركه اللي تشتغلين فيها ولا سويتوها؟ صباح الخير، اسمي امل عبد الله ناصر الخصيبي. احنا عندنا مقهى ومخبز اسمه ذا كيز. الكيز اصلا من السير نيم، احنا اسمنا الخصيبي، احنا اربع خوات. فتحنا المقهى، المقهى فكرته بدت من زمان، من سنة سنتين تقريبا، بس قلنا شلون نطور هالفكرة ويكون عمل تجاري يعني، ففتحنا المقهى. يعني بديته قبل سنتين. كنا نسوي وصفات ونسوي توصيل منازل من البيت، بس بعدين قلنا ليش ما نطور فكرتنا ونسويها بشكل كوميرشل. فالحمد لله من سنة بدينا ندور على موقع ونسوي فكرة المشروع، وبعدين فتحنا المقهى في تقريبا جولاي. انت الحين في وين؟ مسقط ولا؟ مسقط، احنا في مسقط في منطقة شاطئ القرم. شنو التفكير اللي قدام ان شاء الله؟ التفكير اللي قدام هو صراحة عشان احنا عمانيين فتحنا والفكرة كامل فكرتنا، نحاول نطورها، نحاول نسويها on the region في الخليج مثلا، بس اول شيء طبعا نطورها داخل عمان. فنريد نحن نفتح مواقع ثانية، نحاول مورد للبنوك، للكليات، ونطور من منتجاتنا طبعا. شلون لقيت تشجيع من الحكومة او من يعني المؤسسات عشان تبدين المشروع من صفر يعني؟ الصراحة انا ما كنت اعرف وايد عن اللي موجود، اللي تقدمه الحكومة. يمكن في نص المشروع او بعد ما فتحنا حصلنا انه في كثير معلومات on the website مال الوزارة، وزارة التجارة والصناعة، في قسم خاص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتبنونا بعد ما بدينا. We linked with them، اتصلنا فيهم، رحنا شفناهم، والحمد لله حصلنا كثير معلومات، حصلنا مساعدات، منتورز ياو قعدوا معانا عشان يشوفون خطة العمل، خطة التمويل، وماشيين معاهم. فيعني المساعدة كبيرة، ومثل ما تعرف عمان بادية تتطور بشكل سريع، فخاصة المشاريع الصغيرة اللي تفتح بالعمانيين، مواطنين عمانيين، بادية تزيد. احنا اليوم باليوم الثاني من المؤتمر، ايش رايك بالمؤتمر هنا بدبي وشنو اللي لاحظتي يعني؟ صراحة المؤتمر روعة، لأنه يعطي أفكار كثير ويوحد بين الأفكار الموجودة، وأشوف وايد في تشابه بين اللي يحصل في دبي واللي يحصل في عمان. وايد شباب قاعدين يفتحون مؤسسات ومشاريع صغيرة، وأشوف الدعم اللي تحصله الحكومة، وأحاول أحصل معلومات، مساعدات، أفكار، تمويل، فالحمد لله ساعدني كثير. الله يعطيك العافية، والله يوفقكم إن شاء الله. مشكورة. الله يخليك، شكرا.